السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبدأ إن شاء الله بالدرس الثالث من الوحدة الأولى، جمع المقادير الجبرية وطرحها. بداية خلينا نتذكر أو نراجع مفهوم المقدار الجبري. المقدار الجبري حد جبري أو أكثر يربطها عمليات جمع أو طرح. كنا في الحصة الماضية تعرفنا على جمع الحدود الجبرية وطرحها، هاي الحصة رح نتعرف على جمع المقادير الجبرية وطرحها. خلنا نبدأ بالفكرة الأولى اللي هي فكرة جمع المقادير الجبرية. مثال: جد ناتج جمع المقدارين الجبريين الآتيين: المقدار الجبري الأول 6 سين زائد 8 صاد زائد 3، بده يعني أجمعه مع المقدار الجبري 5 سين ناقص صاد ناقص 4. بداية يا مس، المطلوب من السؤال اني اجمع المقدارين الجبريين، فبحول الاشارة ما بين المقدارين الجبريين لاشارة جمع المقدار الجبري الاول زائد المقدار الجبري الثاني. هلأ بداية ببدأ ادور على الحدود المتشابهة عشان اجمعها مع بعض. شو قصدي بالحدود المتشابهة؟ الحدود المتشابهة هي الحدود اللي لها نفس القسم الرمزي، يعني 6 سين وخمسة سين، 8 صاد وصاد، أو بتكون ثوابت زي بعض، يعني 3 و4 ثابت وثابت. إذا إما إلها نفس القسم الرمزي أو بيكونوا أرقام ثوابت. هلأ بنبدأ نجمع هاي الحدود المتشابهة: 6 سين زائد 5 سين 11 سين، 8 صاد ناقص صاد، باخد الصاد مع الإشارة اللي قبلها، 8 صاد ناقص صاد موجب 7 صاد، 3 ناقص 4 إشارتين مختلفات رح نطرح والإشارة للأكبر، فناتج جمع الحدين الجبريين 11 سين زائد 7 صاد ناقص 1. لو رحنا على التدريب الأول صفحة 23، فكرته مشابهة لفكرة المثال السابق. اجمع المقادير الجبرية الآتية: معطيني أول مقدار جبري عين لام تكعيب زائد سين صاد ناقص 10، بدي أجمعه مع المقدار الجبري عين لام تكعيب ناقص 5 سين صاد زائد 1. نكتب نفس المقدارين بس بينهم إشارات جمع: عين لام تكعيب زائد سين صاد ناقص 10 زائد عين لام تكعيب ناقص 5 سين صاد زائد 1. طب سؤال: لو كتبت المقدار الثاني زائد المقدار الأول، هل جوابي نفسه؟ طبعا نفسه، لأنه عملية الجمع عملية تبديلية. هلأ راح نكمل بندور على الحدود المتشابهة: عين لام تكعيب، عين لام تكعيب، سين صاد، 5 سين صاد، 10 و1، عين لام تكعيب زائد عين لام تكعيب 2 عين لام تكعيب، سين صاد ناقص 5 سين صاد، إشارتين مختلفات بطرح، سالب 4 سين صاد ناقص 10 زائد 1 ناقص 9. المثال الثاني: 2 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد 5، بدي أجمع مع المقدار سالب 5 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد 8، بدي أجمعهم مع المقدار سالب 3 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد سين عين زائد 4. في هذا المثال عندي 3 مقادير جبرية، نكتب الثلاث مقادير جبرية بيناتهم إشارة جمع: 2 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد 5، الفاصل بحولها لزائد، سالب 5 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد 8 زائد المقدار الثالث اللي هو سالب 3 سين تكعيب صاد قوة 4 زائد سين عين زائد 4. بعدين نبدأ نجمع الحدود الجبرية المتشابهة: 2 سين تكعيب صاد قوة 4 مشابهة للحد سالب 5 سين تكعيب صاد قوة 4، ومشابهين للحد سالب 3 سين تكعيب صاد قوة 4. 2 ناقص 5 ناقص 3 ناقص 6 سين تكعيب صاد قوة 4، 5 زائد 8 زائد 4 زائد 17 أو موجب 17 زائد سين عين، ما في حد بيشبهها فبتنزل زي ما هي. رح نبدأ بالفكرة الثانية اللي هي فكرة طرح المقادير الجبرية. بس قبل ما بنبدأ بدنا نتذكر هاي المعلومة، إنه ناتج طرح ألف من باء
تعني ب ناقص ألف ولا تعني ألف ناقص ب. رح نبدأ بتمهيد للفكرة من خلال تدريب 2 صفحة 23. أجب عما يأتي. اطرح 5 سين من 9 سين. اطرح 5 سين من 9 سين. بداية بكتب الحد الجبري اللي بعد من اللي هو 9 سين ناقص الحد الجبري اللي قبل من اللي هو 5 سين. فتسعة سين ناقص 5 سين تساوي 4 سين. 2 اطرح 7 صاد من مثلي عين. بدي اكتب الحد الجبري اللي بعد من مثلي عين يعني 2 عين ناقص 7 صاد. عندنا مثال اطرح سالب 3 سين تكعيب زائد سين صاد ناقص 3 عين لام زائد 5 من 3 سين تكعيب زائد 7 سين صاد زائد 9 عين لام. هون معطيني مقدارين جبريين وطالب ناتج طرح المقدار الأول من المقدار الثاني زي ما كنا نعمل بالحدود الجبرية. نكتب المقدار الثاني اللي هو بعد من في البداية ناقص المقدار الجبري يلي قبل من. فبنكتب المقدار الثاني ناقص المقدار الأول لأنه ألف ناتج طرح ألف من ب تساوي ب ناقص ألف. بداية يا مس هاي السالب أو هاي الناقص بدي أعتبرها كأنها ناقص واحد. هي عبارة عن ناقص واحد بدي أوزعها على المقدار أو على الحدود الجبرية اللي في المقدار الجبري الثاني. هاي ناقص واحد بدي أوزعها على المقدار الجبري كامل يعني على كل حد من حدود المقدار الجبري الثاني. المقدار الجبري الأول بنزل مثل ما هو ما بتأثر. سالب واحد ضرب سالب ثلاثة سين تكعيب سالب بسالب موجب ثلاثة سين تكعيب. سالب واحد ضرب سين صاد سالب بموجب سالب سين صاد. سالب واحد بسالب ثلاثة عين لام سالب بسالب موجب ثلاثة عين لام. سالب واحد في خمسة سالب خمسة. كأني اللي سويته يا مس نزلت المقدار الجبري الأول كل حدوده بنفس الإشارات وعكست إشارة جميع الحدود في المقدار الجبري الثاني. عكست إشارة جميع الحدود في المقدار الجبري الثاني. سالب ثلاثة سين تكعيب صارت موجب ثلاثة. موجب سين صاد سالب سين صاد موجب ثلاثة عين لام موجب سالب ثلاثة عين لام موجب ثلاثة عين لام موجب خمسة سالب خمسة. فبنزل بكتب الحد الأول أو المقدار الأول مثل ما هو بعدين بعكس إشارة جميع الحدود في المقدار الثاني. هون صارت مسألة زي اللي كنا نحلها قبل. بدي أجمع الحدود المتشابهة 3 سين تكعيب زائد 3 سين تكعيب 6 سين تكعيب 7 سين صاد ناقص سين صاد 6 سين صاد 9 عين لام زائد 3 عين لام موجب 12 عين لام والسالب 5 بتنزل زي ما هي. لو رحنا على تدريب 5 صفحة 24. إذا كانت تكلفة المتر الواحد للإطار الخارجي للوحة إعلانات في الشكل الآتي 5 دنانير وتكلفة المتر الواحد للإطار الداخلي لها 4 دنانير اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن الزيادة في تكلفة الإطار الخارجي لهذه اللوحة عن تكلفة الإطار الداخلي. بداية يا مس عنا هون يا سابع عندي لوحة لوحة إعلانات. هاي اللوحة مكونة من إطارين إطار خارجي وإطار داخلي. سعر المتر الواحد من الإطار الخارجي 5 دنانير وسعر المتر الواحد من الإطار الداخلي 4 دنانير. بده ياني أوجد قديش بزيد سعر الإطار الخارجي عن سعر الإطار الداخلي. يعني بداية لازم أحسب تكلفة الإطار الخارجي وبعدين أحسب تكلفة الإطار
الداخلي. دائما يا مس عشان احسب تكلفة شغلة بدي اعرف قديش طوله. طول الاطار الخارجي، دائما الاطار يمثل المحيط، طول الاطار يمثل محيط هذا المستطيل، وقانون محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض. بعوض 2 ضرب الطول من الرسمة س زائد 8 والعرض من الرسمة ص زائد 4. س زائد ص و8 زائد 4 12، عندي 2 بدي اوزعها عليهم، 2 بس 2 س، 2 بص 2 ص، 2 ب 12 24. فهذا المقدار الجبري يمثل طول الإطار، بس أنا السؤال ما بدي طول الإطار، بدي تكلفة الإطار. التكلفة هي طول الإطار في تكلفة المتر الواحد، 2 س زائد 2 ص زائد 24، وتكلفة المتر الواحد من السؤال 5 دنانير. بوزع الخمسة، 10 س زائد 10 ص زائد 120. الجواب راح يطلع معك مقدار جبري، لأنه السؤال أصلا حاكي لك اكتب المقدار الجبري، يعني ما راح يطلع عندك مقدار عددي. هذا تكلفة الإطار الخارجي. طب كم تكلفة الإطار الداخلي؟ بنفس الطريقة بدي أوجد أول إشي طوله، بعدين أضرب الطول في سعر المتر الواحد. طوله من محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض، 2 ضرب طوله س زائد 3، عرضه صاد سين زائد صاد زائد 3، ووزعت عليها التنين، 2 سين زائد 2 صاد زائد 6. هذا طوله. أنا ما بدي الطول، بدي التكلفة. التكلفة اللي هي طول الإطار في تكلفة المتر المربع، الأسف المتر الواحد، 2 سين زائد 2 صاد زائد 6، تكلفة المتر الواحد 4. بوزع الأربعة، 8 س زائد 8 ص زائد 24. أنا هون أوجدت تكلفة الإطار الخارجي وتكلفة الإطار الداخلي. السؤال بحكي لي كم تزيد، أو بده المقدار الجبري الذي يعبر عن الزيادة في تكلفة الإطار الخارجي لهذه اللوحة عن تكلفة الإطار الداخلي. بدي أطرح تكلفة الإطار الخارجي ناقص تكلفة الإطار الداخلي عشان أعرف كم تزيد كلفة الإطار الخارجي عن الإطار الداخلي. تكلفة الإطار الخارجي من اللي أوجدناها 10 س زائد 10 ص زائد 120 ناقص تكلفة الإطار الداخلي 8 س زائد 8 ص زائد 24. صار عندي مسألة فيها طرح مقدارين جبريين. زي ما حكينا بننزل المقدار الجبري الأول مثل ما هو، بحول هاي الناقص لزائد وبعكس إشارة المقدار الجبري الثاني، كأني بدي أوزع السالب واحد على هذا المقدار. نبدأ نجمع حدود متشابهة، 10 سين ناقص 8 سين 2 سين، 10 صاد ناقص 8 صاد 2 صاد، 120 ناقص 24 98. لو رحنا على السؤال الثالث صفحة 25، اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن محيط مثلث أطوال أضلاعه س زائد 2 س زائد 3 س زائد 4. بداية محيط المثلث كلنا بنتذكر قانونه، مجموع أطوال أضلاعه. هل السؤال معطيني أطوال أضلاعه؟ نعم، معطيني الضلع الأول والثاني والثالث، فبس علي أجمع المقادير الجبرية الثلاثة يلي أعطاني إياها السؤال. هذا طول الضلع الأول، طول الضلع الثاني س زائد 3، طول الضلع الثالث س زائد 4. س زائد س زائد س 3 س، و2 زائد 3 زائد 4 9. فمحيط المثلث كمقدار جبري، لأنه السؤال بده إياه مقدار جبري، 3 س زائد 9. السؤال الخامس صفحة 25، اشترى خالد عددا من الأقلام، سعر القلم الواحد 15 قرشا، وعددا من علب الألوان، سعر العلبة الواحدة 30 قرشا،
اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن قيمة ما دفع للبائع. هلا خالد اشترى عدد من الاقلام، هل حكى لي كم قلم؟ ما حكى لي كم قلم، بس حكى لي انه سعر القلم الواحد 15 قرش، واشترى عدد من علب الالوان، كذلك ما حكى لي كم علبة الوان، بس حكى لي سعر العلبة الواحدة 30 قرش. هلا قيمة ما يدفع للبائع اكيد هو ثمن الاقلام وثمن علب الالوان، لانه شرى اقلام وشرى علب الوان. طب خلينا بثمن الأقلام، قديش دفع ثمن للأقلام لما تروح تشتري؟ قديش بتدفع ثمن الأقلام؟ بتدفع بتشوف أنت كم قلم شريت وبتدفع وتضربهم في سعر القلم الواحد. مثلا شريت قلم راح تدفع واحد بخمستاش 15 قرش، شريت قلمين اثنين بخمستاش 30 قرش، شريت ثلاث أقلام ثلاثة بخمستاش 45 قرش. بس هو هون ما حكى لك عدد الأقلام اللي انت شريتها، فرح ترمز لها بسين، ولا حكى لك عدد علب الألوان اللي انت شريتها، فرح ترمز لها لصاد بصاد. فثمن الأقلام عدد الأقلام اللي أنا شريتها في سعر القلم الواحد، وثمن علب الألوان عدد علب الألوان اللي أنا شريتها في سعر العلبة الواحدة. عدد الأقلام ما أعطاني السؤال، رمزت له بسين. سعر القلم الواحد من السؤال 15 قرش زائد عدد علب الألوان، أنا ما بعرف كم علبة شرى برمز لها بصاد، ضرب سعر العلبة الواحدة من السؤال 30 قرش، فصار عندي سين ضرب 15 زائد صاد ضرب 30، سين بخمستاش 15 سين زائد 30 بصاد أو صاد بثلاثين، 30 صاد راح يكون ثمنهم قرشا. ويعطيكم العافية يا مس.